السلام عليكم، حياكم الله، يا مرحبا متابعينا الكرام. اليوم بعلمكم طريقة الثوم وضعه مع الماء. طبعا الثوم له فوائد كثيرة، ما علينا، لكن له عدة فوائد، من ضمنها طبعا اللي هو منع انتقال الأمراض من حيوان لحيوان آخر، تنظيف البطنية سواء من الديدان سواء من القذرات، أعزكم الله، لجميع الحيوانات. طبعا هذه الكمية الحين، هذا عندنا كيس ذي تكفي 50 رأس، سواء ماعز، ضان، نجد، مضبوط. على كم؟ على 150 لتر، هذه على 150 لتر. نبي نضيف للثوم برضو زنجبيل. بالصيف ما نحط تقريبا إلا الكمية ذي تقريبا، مضبوط، 50 رأس الآن، 50 رأس. بشتى تقريبا بنحط الكمية كاملة ذي، لأنه بعد يرفع المناعة الزنجبيل. نقدر نستبدل برضو الزنجبيل بالليمون أبو زهير أو الليمون العادي، لكن يفضل الليمون أبو زهير، رفع المناعة طبعا، يعتبر فيتامين سي. هذا الثوم الحين نبي نوريكم الطريقة. طبعا نبي نضع الثوم اليوم هنا لمدة 3 أيام، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث. اليوم الأول بيسوي 1 2 3، مضبوط، حرسنا الثوم تقريبا الآن. نبي نحطه داخل الخيشة، أنا بنجيب الزنجبيل برضو، تقريبا 3. الكل صوصة صح؟ هذا الزنجبيل الحين، 1 2 3، طبعا أنا حبيت إنه يكون بشكل بدائي داخل المراح من الغنم. بعلمك ان الموضوع يعني جدا بسيط. الان ربطناه، مهم جدا. الحين وضعناه في المشرب، مضبوط، مهم جدا انك تضع بلك عليه، تحط بلك واحدة مثلا او بلك كتير. خلاص عبي مويه الحين مدير. الكلام هنا طبعا مهم، حطينا بلك وشول عشان الحلال بس ما ياكله، حتى لو اكله عادي جدا، لكن الخوف من الكيس. هذا 150 لتر تقريبا الى 160. المشرب هذا عبارة عن 75 لتر، انا طبعا افضل دائما هذا. هذا يكفي 25 رأس، نقدر نخليه مثلا يكفي 50، لكن لازم نعبيه مرتين، مضبوط، لكن هذا ممتاز جدا. لكن لهن عذروب المشارب ذي، لانه تصفح في الارض المشارب، ما ودك انك تلصق في الارض، ودك انك تكون رافعها شوي عشان ما تجمع الديدان حوله، كذلك الطين. عبينا، تبي تلاحظ انه رايحة الماء الحين عادية، لكن بعد ما تخلط مع الثوم تبي يكون فيها رايحة الثوم مبينة اصلا، من يوم ما تضع يدك تجد ان رايحة الثوم بدأت تشتغل. استمر على الحالة دي لمدة 3 أيام، اليوم الأول، بكرة تطلع الثوم، تنظف المشرب، ترجع تكرر العملية، تضع الثوم على بلكة وتدقه مرة مرتين ثلاث، ثم تعبي عليها موية. المقصد انه بس يربص الثوم، انه يتفتح الفص، فص الثوم يتفتح، ويكون له رائحة او له يعني فعالية على الماء. ان شاء الله، ان شاء الله انه تبي تفيد الحلال. 3 أيام في الأسبوع فترة الصيف، 5 أيام تقريبا في فترة الشتاء. ما أفضل إنه يكون بشكل يومي أبدا مطلقا، ما أشوف له ضرر أنا إذا حطيته يومي، لكن ما ننتظر الضرر دائما، إنه بيجيب نتائج كويسة على 3 أيام. الله يحفظك إن شاء الله.